مرحبا بكم متابعينا على مواقع التواصل الاجتماعي في أهم الأخبار في دقيقة. فرنسا تتوعد برد إذا تم تجاوز الخط الأحمر في سوريا. واشنطن تدرس توجيه ضربة عسكرية جماعية ردا على هجوم دوما في الغوطة الشرقية في دمشق، بينما أدرج خبراء عدة منشآت رئيسية كأهداف محتملة. ترامب يعتزم لقاء زعيم كوريا الشمالية في مايو أو أوائل يونيو المقبل. باحثون في جامعة سيدني الأسترالية يطورون حبوباً دوائية جديدة، يقولون إنها قادرة على علاج إدمان الكحول والمخدرات. باحثون أمريكيون ينجحون في تطوير كاميرا جديدة لمساعدة الجراحين في استئصال الخلايا السرطانية دون إلحاق أي أذى في الأنسجة السليمة، وهو ما يقلل أيضاً فرص انتشار السرطان في جسم المريض.